من موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه رئيس الوزراء معين عبد الملك مدافعا عن نفسه ومهاجما تقرير البرلمان الأخير الذي يطالب بالتحقيق في صفقة بيع الاتصالات لشركة إماراتية ويشكك في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق. البرلماني علي عشال رد على ادعاءات معين بالقول إن تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها أمر معيب وجهل فظيع، مضيفا أن حديث معين عبد الملك مخزن، وكذلك اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات. من جانبه قال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي إن خروج معين عبد الملك ليدافع عن فضيحة بيع شركة الاتصالات بطريقة غير مقبولة تؤكد فساده، مشددا أن رئيس الوزراء لا يجيد سوى التنظير والفساد. ورأى الصحفي عامر الدميني أن معين عبد الملك دافع عن نفسه في منح شركة إماراتية تراخيص شراء شركة عدن نت، مضيفا أنه لم يكتفي بالدفاع عن نفسه بل هاجم اللجنة البرلمانية وكل الأصوات التي انتقدت ما صنعه، ورمى الكرة في ملعب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي قال إنه على علم بالصفقة.